مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى معراب للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. أنا سعيد أنه موضوع إرسال الضيعة صار خارج النقاش والبحث بالوقت الحاضر، والكل اعتبروا ولو متأخرين في البعض منهم أنه إرسال بعهدة الجيش اللبناني، لأنه نحن بنظرنا أول على آخر إرسال بعهدة الجيش اللبناني. الجيش متواجد مش من ثلاث جهات بعرسال، أربع جهات من عرسال متواجد مثل ما هو بلاقيه مناسب وبالشكل يلي هو بلاقيه مناسب. بما يتعلق بالجانب الآخر يلي اسمه جرود عرسال أو نقاط تمركز الجيش أو التحرك العملاني للجيش، ما نتفق على شغلة، يا إما نحن بدولة يا مش بدولة. إذا منا بدولة كل واحد منا في يحط الخطط اللي بده إياها، في يعمل اللي بده إياه، في يروح مطرح اللي بده إياه، في يتصرف بالشكل اللي بده إياه، وطبعا هيدا نتيجته خراب ودمار كامل مثل ما عم بصير بدول الجوار عنا. إذا نحن بدولة، هالدولة في عندها مراكز قرار واضحة، وخصوصا بالنواحي العسكرية والأمنية. النواحي العسكرية على الجبهات على الحدود مولش فيها الجيش اللبناني. إذا بعد في إدارة كل اللبنانيين يجمعوا أنه عندهم ثقة فيها هي الجيش اللبناني. الجيش اللبناني صار له سنة هلا من وقت معركة آب الماضي متواجد، أصلا كان متواجد بالمنطقة بس هلا صار له سنة متواجد بشكل كثيف بشكل مكثف، عامل هونيك أخذ احتياطات وخط دفاع على الحدود. أنا بتقديري المتواضع من أحسن خطوط الدفاع يلي ممكن تنعمل للدفاع عن لبنان وللدفاع عن اللبنانيين بهديك المنطقة وبالداخل اللبناني. طب من هونيك وطالع نجي هلأ نحن مدرى شو يفيقوا البعض يقولوا له للجيش لا لازم تروح تقاتل المسلحين بهالنقطة ولا بهديك النقطة، على هالتلة ولا على هديك التلة، وهيك مزبوط هيك مش مزبوط، هيدا أمر غير مقبول. ممكن أنه البعض يكون عندهم آراء، ممكن، بس اللي عنده رأي فيه يروح بكل بساطة وبتصور قيادة الجيش منا مسكرة على حدا ولا وزارة الدفاع ويطرح له إياها بينه وبينه. بس تصفي التحركات العملانية للجيش موضع هيك حملات إعلامية وانطلاقا منها ينصاب الجيش كله سوا بالوقت يلي كلنا سوا متكلين على الجيش بهالمرحلة بخضم اللي عم بصير بالمنطقة، هيدا أمر منه مقبول. صراحة نحن استعرضنا كل هالوضع وطلعنا بهالنتيجة على أنه إن كان بما يتعلق بعرسال أو جرود عرسال أو حيالله نقطة من حدود لبنان الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية، الجيش اللبناني هو بشوف شو بده يعمل. نحن ما منعترف بأي قوة للدفاع عنا أو عن القرى اللبنانية، وبعني بالقرى اللبنانية مثل ما بعني عرسال، بعني بعلبك وبعني يونين وبعني القاع وبعني راس بعلبك، الجيش اللبناني هو بشوف شو بده يعمل فيها. وإذا حدا مستعد يساعد الجيش اللبناني بيسأل الجيش اللبناني شو بده وبينشي انطلاقا من الخطط اللي حاططها الجيش، مش بيجرب يمشي الجيش انطلاقا من الخطط اللي هو حاططها. من جهة تانية استفدت من وجود الشباب وحكينا شوي بورقة إعلان النوايا والحوار اللي عم بصير بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مثل ما اطلعت منهم على الحوار اللي عم بصير بين تيار المستقبل وحزب الله. طبعا كلنا سوا كنا مرحبين بكل الحوارات اللي عم بتصير، اللهم انها تؤدي لنتيجة معينة. فالشباب كانوا مرحبين بالحوار، ورقة النوايا بيعتبروا على انه هاي مسلمات وطنية ما في خلاف بين حدا وحدا عليها، وتمنوا يعني تمنوا التوفيق للحوار انه يوصل بعد الى نتائج عملية اكتر، مثل ما كلنا سوا تمنينا التوفيق لأي حوار اخر عم بصير وبالاخص بحوار المستقبل وحزب الله. انا هون نقطتين اللي حبيت اتطرق لهم، هلا بترك الشباب هن يحكوا بالنقاط يلي بدهم اياها. يميت الف اهلا وسهلا. شكرا. يعطيكم العافية. اولا بعتقد الحكيم وضح اطار الحوار اللي دار على مدى ساعة ونص بشكل واضح وصريح، وكان في تقاطع كتير كبير بالتفاهمات اللي حكيها، وتحديدا بدعم المطلق للجيش انه الجيش الوحيد هو اللي عنده صلاحية يدافع عن الاراضي اللبنانية اينما يكون، والجيش مثل ما مطلوب منه انه يرفض ايضا وجود اي سلاح غير شرعي من الخارج ويرفض اي سلاح غير شرعي بالداخل. ونحن وقت لي حتى لو اعتبرنا انه كل مقاتل ضد رئيس الاسد بسوريا هو سائر، نحن بنرفض يكون موجود ومحتل
بالأراضي اللبنانية. هيدي من جهة، ومن جهة تانية ناقشنا أيضا مطولا الوضع السياسي العام، الوضع الأمني، وضرورة أن يكون هناك بأسرع وقت ممكن انتخابات لرئاسة الجمهورية، لأنه هي المدخل الحقيقي بالوقت الحالي لأي حل مؤسساتي بالدولة اللبنانية. أمام اليوم كل المؤسسات معطلة، مجلس الوزراء عم يتعطل من قبل فريق سياسي ما عنده غير أداة التعطيل للأسف حتى يحقق مطالب، وهذا الشيء مرفوض رفضا باتا، وتحديدا عندما يكون هناك نوع من اعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة بموضوع وضع جدول الأعمال أو بموضوع الدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء. ولكن إذا بدنا نكون واضحين وصريحين، كل هالمؤسسات معطلة ليش؟ لأنه رأس المؤسسات معطل اليوم، وغياب رئيس جمهورية هو الأساس. والمهم جدا أن نسعى مع المعطلين والغائبين عن الجلسات أنه ينزلوا على المجلس النيابي ونعمل انتخابات رئاسية حقيقية بجو ديمقراطي وجو منفتح على الكل، مش بجو تهديدات ولا بجو إملاءات مثل اللي سمعناها اليوم من الشيخ نعيم قاسم اللي عم يقلنا بكلام كتير واضح أنه أما مننتخب ميشيل عون رئيس جمهورية وأما الفراغ حيدوم. أنا بعتقد أكثر شخص لازم يكون مزعوج اليوم من هذا الخطاب هو جنرال عون. ليه؟ لأنه إذا كان عنده أمل بعتقد حرق له اليوم نعيم قاسم، ومن جهة أخرى وضح أنه جنرال عون هو ملحق بحزب الله، وحزب الله هو بيقرر عن الجنرال عون وين لازم يكون الجنرال عون وبأي موقع لازم يكون وبأي تحديد وبأي توقيت وبأي موقف سياسي. أنا إن شاء الله بتأمل من جنرال عون أنه يرد على الشيخ نعيم قاسم، وأنه هو مع رئاسة جمهورية محررة من الفروض من الإملاءات اللي عم يحاول يعملها حزب الله تعبيرا عن السياسة الإيرانية بالمنطقة، اللي بهمها كتير يستمر الفراغ مثل ما قال إلى أجل غير مسمى، طالما أنه هالورقة عم تستعملها إيران بمفاوضاتها بالملف النووي بالمنطقة. شكرا. هناك علق بالشغل الحكومي، نعم، والتوجه إلى التعطيل أكثر وأكثر باعتبار ذات موضوع التعليقات، كيف سيواجه المستقبل؟ يعني اليوم نحن ظهرا شفنا الرئيس بري، وكان في تفاهم كتير كبير على هالنقطة، انه في رفض قاطع لتعطيل عمل الحكومة، ويجب ان نعود الى احترام الدستور يلي بيرعى كيف يعقد مجلس الوزراء وعلى اي اسس وكيف يصوت مجلس الوزراء. واذا كان بمرحلة معينة تهاون رئيس الحكومة لانه بغياب رئيس الجمهورية حتى ينفتح على كل القوى، مستحيل نسمح لعدد قليل جدا من الوزراء او لطرف سياسي واحد انه يعطل مجلس الوزراء ويفرض املاءاته على الشعب اللبناني، يعطل اليوم مشاريع مهمة جدا امام مجلس الوزراء. هناخد مثل موضوع الزراعي. موضوع الزراعي اليوم الحكومة بحاجة ان تثبت موضوع 21 مليون دولار لتسمح بتصدير الانتاج الزراعي اللبناني، انتاج البقاع، انتاج الشمال، انتاج جبل لبنان، انتاج الجنوب. هل الاهالي موافقين بجبل لبنان وبالبقاع وبالشمال وبالجنوب على هالسياسة اللي عم يعملها جنرال عون التعطيلية بمجلس الوزراء؟ انا بعتقد انه هذا اصبح امر مفروغ منه. اذا قبلنا بهذا المنطق التعطيلي حنقبل بمنطق تعطيلي على كل الامور، لا، هذا مرفوض رفضا باتا. كل انسان له حق وكل انسان عنده حقوق وبيعرضها، ولكن بهالبلد نحن بلد امنا بالديمقراطيه وامنا بالحريات وامنا بالمؤسسات، ومجلس الوزراء له اساس، وحنقول كلام كتير واضح. نحن بنرفض التعدي على صلاحيات رئيس الجمهوريه ببعض الامور، منها مثلا مشاركته بقرار اختيار قائد الجيش، ولكن كمان بنرفض التعدي على صلاحيات رئيس الوزراء بموضوع بت جدول الاعمال، بموضوع تعيين الجلسات. بده يسمحوا لنا الكل، كل واحد بمجاله هو سيد، ولكن التعدي على الآخرين والتعدي على مصالح الوطنية بالبلد عم تخرب البلد. هل مستعدين كرمال ما يعتقدون أنه صح، ويمكن يكون صح يمكن يكون غلط، بدون يعطلوا البلد بشكل كامل؟ أنا بعتقد هذا مرفوض من كل اللبنانيين. لا، أنا بعتقد الكلام الأكثر واضح. أنا بعتقد إذا كان عنده أمل الجنرال عون نهاله ويا اليوم نعيم قاسم، لأنه اعتبروا أنه أصبح مرشح حزب الله فقط ومرشح السياسي الإيرانية بالمنطقة. نحن عم نقول عندنا طلب واحد، يتفضل الجميع ينزلوا على مجلس النواب ونعمل انتخابات ديمقراطية. ما هيك عم يقلنا نعيم قاسم، عم يقل بدكم تنزلوا وتنتخبوا اللي نحن بدنا نعين رئيس جمهورية. هذا مرفوض رفضا باتا. نحن بهالبلد نؤمن بالحرية والديمقراطية، وحنضل نؤمن بالحرية والديمقراطية. جربوا كتير يجرونا بسلاح ما قدروا، توقيعنا ما حيخدوه.
مهما استعملوا من عنف وقوة بالحكي أو بالفعل. شكرا. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير